خلو أعزائي المشاهدين، أسعد الله مساءكم وأهلا وسهلا بكم متابعي صفحة سلطان أبو تسبيح البشتاوي، كل الحب والاحترام لكم جميعا. من بيت الله سنستمع وإياكم إلى صوت الطفل الكفيف علي السويركي، سنسمع بصوته إن شاء الله صوت الآذان، ونعتذر عن الخلل الفني اللي حصل قبل قليل. وهذا الصوت ردا على الفنانة شيرين رضا. خلينا نسمع ما قالته شيرين رضا عن صوت الآذان، وبعدها سنسمع شيرين رضا صوت هذا الطفل. خلينا نسمع أول شيء صوت شيرين. في اطفال بيصحوا مفزوعين، هو ده اسلوب الصلاه اللي يلا نصلي يلا فزعك عشان تصلي. وبعدين الراجل اللي بيجعر لي في الميكروفون ده، وانت مش سامع صوتك ولا انت قاصد تعمل كده؟ ما هو دي اسئله عندي انا كمان. وفين قرار توحيد الاذان فعلا؟ فين؟ ليه احنا لما اجانب، احنا مش عاوزين سياحه، ليه لما اجانب يجوا وهم ماشيين في الشارع يسمعوا الجعير ده؟ انا في شوارع صغيره الميكروفون بتاعها حتى وانت قافله الشبابيك بتجنني. طب ازاي في ناس عايشين؟ طب انت مش محترم كل الناس اللي عايشين في العمارات اللي حواليك دي يا اخي؟ بتجعر كده ليه وبتزعق كده ليه ومعلي الفوليوم قوي كده ليه؟ انت فاهمه؟ ده ملوش دعوه بالدين. طب انت رايك ان ليه ما تنفذش القرار ده؟ معرفش، انا مش مسؤوله. يعني انا كان نفسي ابقى مسؤوله عن حاجات كتير قوي عشان كنت خليتها تتنفذ، وحاجات صغيره هتساعدنا كلنا في حياتنا. بس ليه ما بتتنفذش؟ انا معرفش. مشغولين عننا بايه؟ طيب طبعا. الذبح بقى في عيد الاضحى. طبعا اخوان، هذا شيرين رضا رأيها بالأذان، تقول لك إنه الأذان هذا مزعج للأطفال وما بصير تأذن بصوت عالي، أنت لازم تزعق يعني عشان الصح المصلين. اسمع يا متخلف يا من لا تخاف الله، وعتبي على وزارة الأوقاف المصرية اللي لغاية الآن لم تتخذ إجراء بحقك، وعتبي على وزارة الأوقاف المصرية، مش إنها ما اتخذت الإجراءات، عتبي عليها اللي اتخذ انها اعتبرت انه كلامها هذا في منه، يعني انه ما بصير انت بتعلي صوتك بالاذان. وناشدت الوزاره المصريه انه اي مواطن يسمع مؤذن ياذن بصوت عادي يبلغنا. شوف الرد كيف اجى. انا الرد الاردني، رد الحكومه الاردنيه تختلف كل الاختلاف عن رد الحكومه المصريه. رد الحكومه الاردنيه سنشاهدها الان بصوت هذا الطفل الكفيف علي السويركي من منطقة الأغوار الشمالية وقاص، ونتمنى من معالي وزير الأوقاف النظر بهذا الموضوع بالذات عن الكفيف علي السويركي، يجب أن يكون له حصة في ملاك وزارة الأوقاف على الصوت الذي أوهبه الله. خلوكم معنا سنشاهد أخونا الطفل علي السويركي. علي جاهز؟ جاهز؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني بالله بس انتم شاركوا الفيديو، اول ما تسمعوا صوت الاذان هذا صوت رب، صوت الاذان هذا صوت الاذان، فنتمنى من الجميع انكم تشاركوا الفيديو وبارك الله فيكم. يلا. الله اكبر الله أكبر. شاركوا الفيديو يا اخوان. الله أكبر الله أكبر. الكل يكتب الله أكبر لا يرضى عليكم. بس أشهد أن
أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على لا إله إلا الله خلي شوي خلي 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 حبيبي علي تقدر في ناس دخلت مرة ثانية تقدر تعيد مرة ثانية معك نفس تعيد مرة ثانية؟ تقدر؟ بديش أغلبك إذا ما تقدرش قول ما أقدرش أقدر تقدر ما شاء الله اخواني راح اعيد لكم الاذان مره ثانيه بس ما شفتش ولا مشاركه من الموجودين احنا قلنا رد على شيرين رضا المصريه اللي وصفت الاذان بالجائر ورد الحكومه المصريه كان رد سلبي رد سلبي وايجابي لها احنا ورجينا رد الحكومه الاردنيه كيف الحكومة الأردنية بترد على هذه الإنسان التي لا تخاف الله فنرجو من الجميع مشاركة الفيديو فهذا صوت وليس صوت أبو تسبيح وتعليل أردنية هاشمية وليس حالة إنسانية هذا كلام الله جزاكم الله كل خير سنعيد إليكم هذا الفيديو مرة ثانية صوت الكفيف علي إسويركي وهذه مرة أخرى بقول إلى معالي وزير الأوقاف يجب النظر إلى هذا الموضوع تحديدا إلى الطفل الكفيف علي سويركي هذا يجب أن يكون في ملاك وزارة الأوقاف تفضل يا أخوي علي يلا خليني ثواني بس أني أعمل البث اللي هيك لقدام اللي تعبت وأنا قاعد خليك يلا يا علي الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله هذا الرد إلى الفاجر شيرين رضا